نقابات تشريعية. هذه الرسالة أقولها للشعب الجزائري عبر وسائل الإعلام وللسلطات الحاكمة بمختلف مستوياتها من فوق حتى لتحت. هذه الانتخابات مصيرية، إما أن تنجح وتكون هذه المرة فرصة حقيقية لاجتماع الجزائريين وتآلف الجزائريين وتوافق الجزائريين وتعاون الجزائريين والتركيز على الأولوية وهي أولوية التنمية ورفاه الجزائريين وسعادة الجزائريين ورفع مستوى المعيشة على الجزائريين بالعمل وبالجهد، وإما تكون العياذ بالله فرصة أخرى ضائعة، وقد تكون لا قدر الله الفرصة الأخيرة.